السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. اليوم جيناكم في محل عالم البراعم. اليوم ننزل ونسأل الصغار، هل هم متحمسين للعيد؟ هل هم جايين مع أمهم وأبوهم؟ هل هم خايفين من الحلاب ولا لا؟ يلا خلونا نشوف. فترى السعد ضياء بلقى الأحباب أنشد، إن رأيت الصبح يزهو كل طير فيه غرد. شو اسمك يا أمورة؟ شهد. والنعم يا شهد. شهد هل قصيت شعرك؟ إيه. إن شاء الله شعرك حلو. من حط لك الحنة هذه؟ من حقيقة. من حط لك إياها؟ ماما ولا بابا؟ حرمة. ما شاء الله، أنت متحمسة العيد؟ إيه. مرة؟ مرة. والحين جينا مع أمورة وهي تقص شعرها. شو اسمك يا أمورة؟ مريا. شو اسمك؟ مريا. ماريا؟ طيب أنت تحبين العيد ولا لا؟ أي. طيب جاية مع بابا ولا مع ماما؟ مو بابا. كلهم؟ وش اسمك؟ سلطان. والنعم يا سلطان. سلطان عندي واحد لك، إذا حلقت شعرك كامل تاخذ حلاوة، طيب؟ ما يفرق معاك؟ ترى بكرة العيد يمكن تتورط كذا. لا بقطرة. ها؟ بقطرة. تلبس قطرة؟ إيه. طيب يمكن ساعة. يمكن طاقية تزحلق. طاقية. طيب هل أنت تحب عيد خوالك ولا عمانك أكثر؟ لا لا. خوالك يعطونك فلوس كثير وعيديات؟ ايه. طيب تحب البطاطس ولا الشوكولاتات؟ شوكولاتات حلويات. طيب جاي من مين انت، مع بابا ولا مع ماما؟ بابا. ما شاء الله. طيب ناظر الكاميرا وقول لك العام وانتم بخير. عام خير. عيدنا في صفاء نتوحد. عيدنا فترى السعد ضياء بلقى الأحباب أنشد، إن رأيت الصبح يزهو كل طير فيه غرد. إنه العيد. وش اسمك؟ أمير. والنعم يا أمير. وأمين جيت معه؟ وسيم. ها؟ وسيم. وسيم. طيب مين تحب، مين يحب الشوكولاتة أكثر، أنت ولا وسيم؟ أنا. طيب مين يحب العيديات أكثر، أنت ولا وسيم؟ أنا بختي. طيب مين اللي يسوي مشاكل دائما، أنت ولا وسيم؟ مو أنا. يوم جت المشاكل قلت لوسيم. مو أنا. طيب أنت حلقت ولا وسيم أول؟ وسيم أول. طيب هل تخاف من الحلاق ولا لا؟ تخاف مرة؟ لا. طيب طيب قل الكاميرا كل عام وانت بخير. انت بخير. وش اسمك؟ وسيم. والنعم يا وسيم. ورا ما تخلي الحلاق يحلك. سياتي. ها؟ سياتي. خايف من الحلاق؟ طيب ورا ما تخلي يحلك. طيب انت متحمس لبكره عشان العيد؟ مره. مين بتشوف أصدقائك؟ أصدقائي. مين هم؟ حسين، توليد، عبد الرحمن، يوسف. ما شاء الله. طيب هل بكرة بتاخذ شوكولاتة؟ شو اسمك يا بطل؟ خالد. والنعم يا خالد. خالد هل بتقص شعرك كله؟ ايه. بتقصه كله؟ طيب هل جيت مع ماما ولا مع بابا؟ ماما. طيب وش رايك تقول الكاميرا كل عام وانت بخير؟ كل عام وانت بخير. ايه. عام وانت بخير. وينو ولي. وش اسمك يا بطل؟ الوليد. والنعم يا وليد. وليد هل ان خلصت حلاقه؟ خلصت حلاقه؟ ايه. طيب جيت مع ماما ولا مع بابا؟ مع ماما. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.